ده حلو. مش معايا ولا ايه؟ تعالى هنا، تعالى هنا شوية. سيد المحافظ ورعاية وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة والبيئة، وزي ما انت شايف بيشارك معانا وزارة الشباب والشباب. نازل عشان نعمل حاجة جديدة، نعمل حاجات نفيد بلدنا، حاجات جديدة، نظافة المكان، حاجات كويسة للبلد. فياريت كل الناس تنزل وتعمل زينا، ومش مرة واحدة لا، يعني كل الناس تنزل واللي عنده حاجة يقدم وكده. انا اخوي حسين مساعد رئيس هيئه العجوزه رئيس قطاع ارض اليوم، منضم للزمايل هنا في مبادره حلوه، مبادره ممتازه جدا، واحنا يمين الحمد لله بدور كويس. طبعا المبادره بكانت سياده المحافظ شخصيا، سياده نائب المحافظ وسياده رئيس الحي، وطبعا وزاره الشباب والرياضه. هي مبادره جميله جدا وكلنا بنشارك مع بعض، ونفسي كل الناس تنزل عشان تنظف بلدها وتحافظ على بلدها. واحد في الشارع قلت له مش معايا ولا ايه؟